ايه على مهلكم؟ ايه هيك منيح؟ يلا تيسروا، لا تنسى تسلم لي على معلمك. وصل. اجوك الشباب، قلت لك ما راح يتركوك بحالك. مرحبا معلم غالب. اهلا وسهلا، كيفك يا ابني؟ كريم، يلا اطلع. ما فيني، عندي شغل. حاجتك بقى معقول تخجلنا بعد ما اجينا لهون؟ ما فيني والله، قلت لك مشغول. اطلع ابني، قديش يوميتك يعني باليوم؟ انا بدفع لك اياها، خلصنا. قديش؟ $100 يعني؟ اصحك تغلط سيد عثمان. كريم ما عم يشتغل صانع بهالورشة. كريم شريك مثلي مثله هون. عن جد عم تحكي معلم غالب؟ بعدين ما حدا بيقدر يدفع له مقابل مجهوده، عم تفهم؟ شبنك إنه عم نمزح معه، مشان صحتك لا تعصب. لا تواخذنا معلم غالب، بس عثمان بحب يمزح شوي. اسمع معلم غالب، بعرف إنه زودناها بس بترجاك تسمح له يروح معنا. أصلا نحن ما لنا مطولين هون، كله يومين ورح نروح، أنا مسافر وما برجع لبعد سنة، وعثمان السنة عسكري. إيه شو قلت؟ يلا يا شباب تيسروا، عندي شغل ما فيني روح معكم. كريم اطلع من هالبواب، روح معهم اذا بدك تروح، تقريبا خلص كل شغلنا اليوم، ماني ماسكك، روح. شفت كيف هذا الحكي؟ لا يلا انا بكفي باقي الشغل، روح معهم. شكرا معلم غالب. تعسوا. بكرة بشوفك لكان. يلا هاتوا الطابة. مشان الله حاجة تتمسخروا بقى. لك صاير معلم يا درسان وما بتخبرنا؟ يمكن خايف لنصيبه بالعين. كيف بتقدر تدير كل هالشغل يا زلمة؟ والله صعبة. سليم بكفي مسخرة. صاير شغلة ما معنا خبر، سمعتوا المعلم غالب؟ أهل ما حدا بيقدر يدفع له. الله عليك يا معلم. لك شو قصتكم اليوم أنتو؟ والله بنزل إذا ما بتسكتوها. شو؟ خلاص سكتنا. خليك عم بتسوق. يا شباب المي باردة رح موت. كل اللي شربناه راح على الفاضي. كريم ها ساعدني مشان الله رح اغرق. عثمان اتركوا للزلمة رح يغرق، حرام تاكل شوي. بعدين رح نبقى بلا شوفير. لك عن جد انت واطي. هل عنا يا بكفي. تا 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 كريم وقف شوي. ليش شوفي؟ طلعوا لهنيك شباب. طلع من المي. ايه قولوا لي شباب،
مين بيراهن انه هالبنت رح تطالعه للخروف؟ خلونا نروح نساعدها. جنيتوا انتوا اتركوها للمخلوقة. حلو كتير، برافو. برافو، يعطيك العافية. برافو. لك وقف كريم، وين رايح؟ ليش شغلت السيارة هلا؟ ليش مستعجل؟ شبك؟ تعرف هلا البنت شي؟ لا ما بعرف، بس عن جد حلوة. ها انتو بتوافقوني شباب انه هالبنت احلى بكتير من كل البنات اللي شفناهن على الشط؟ طبعا احلى، لانه على طبيعتها مو مثل هدنك البنات. بتعرف لو اخذناها على اسطنبول وعملنا لها شوية تعديلات، مكياج على مينيكور على تسريحة شعر، بتصير مثل الممثلات؟ ما بيمشي الحال، ريحة الغنم رح تضل لزقانتها. انسى الموضوع. لا تخاف، باخدها على شي حمام بترجع مثل التلج. لا اوف، اوف والله احترقنا من الشوب، بس كانت جولة حلوة كتير. منيح اللي عجبتك ست ندى. شو رأيكم نشرب لنا شي؟ ايه والله صار بدك كاس. ما هي مرام حبيبتي، شو بكي؟ أنا بدي أحكي مع سليم، أنتوا سبقوني. ماشي حبيبتي. اشتقت كثير للضيعة، عشت أحلى أيام طفولتي هون، تتذكر؟ إيه مزبوط. منيح إنكم متذكرين لحتى تجوا تزورونا. صف على اليمين، ما بدي أسمع ولا صوت. أهلين حبيبتي. نحن رجعنا، وين أنت؟ لسه ما خلصت مرام. وشو عم تعمل؟ من وقت اللي تركتكن وأنا عم بركض ما وقفت ولا لحظة. موضوع راستك. مين في معك حبيبي؟ هذا عثمان إجا معي ليساعدني شوي. وإمتى رح شوفك يعني؟ أنت روحي ارتاحي شوي حبيبتي، أكيد تعبانة، بشوفك المساء. مزبوط تعبنا بس انبسطنا. ها وأمك إن شاء الله انبسطت مثلي؟ إطار عقلة. حلو، منيح إنه المنطقة عجبتكن. يلا لك عم شوفك المساء. يلا باي. لك ما قلتلكن اخرسوا يا كلاب؟ لا رجال.